أنا بتشرف إنه معايا عبر الهاتف الجبل أيوب الصحافة والإعلام وائل الدحدوح، اللي ما فيش كلمات تكفي العزاء ولا توصف قوته. وربنا يصبرك يا أستاذ وائل، وأهلا بيك معانا في 90 دقيقة. أهلا أهلا، بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. قول لنا أنتوا، إحنا ليه مش عارفين؟ ان شاء الله يا رب باذن الله يا استاذ وائل، وانت يحميك كمان لان انت شكلك مستهدف. اللهم امين يا ستي. هو يعني هو هذا واقع الحال وهذا قدرنا مع الاسف، وربنا سبحانه وتعالى يصبرنا ويثبتنا ويقوينا حتى نتحمل كل هالالام وكل هالاوجاع هذه. ولكن بالتأكيد هذا واقع الحال، ونحن جزء مما يحدث في قطاع غزة. قطاع غزة في هذه اللحظات يعني يمر في لحظة عصيبة جدا وظروف مأساوية وكارثية جدا، وكما تتابعون وتشاهدون يعني الشهداء بالآلاف، عشرات الآلاف، والجرحى، حالة الدمار. وبالتأكيد يعني الاستهداف لم يوفر أي شريحة، ليس فقط الناس، ولكن كانت المستشفيات، المساجد، الكنائس. ليس هناك خط أحمر في قطاع غزة ولا منطقة آمنة في قطاع غزة. والصحفيين كشريحة تعمل في الميدان وفي تغطية هذه الأحداث الصعبة، بالتأكيد يعني دفعوا أثمانا باهظة جدا جدا جدا. نحو 110 من الصحفيين استهدفوا واستشهدوا، والبعض استهدفت أسرته، البعض المكاتب، المقرات، المقدرات. الصحفيون يعملون من النزوح، من الهجرة القصرية، من الشوارع، وفي كل في كل في ظل كل هذه الظروف يعني نحن نعمل مع الأسف. ولذلك الثمن كان ثمنا باهظا كما تشاهدون، ولكن ما من مفر. هو هذا قدرنا وهذا خيارنا، لا يمكن نتراجع ولا يمكن أن تثنينا هذه الأحداث وهذه الأثمان عن مواصلة حمل هذه الرسالة الإنسانية النبيلة المقدسة، التي يفترض أن القوانين الدولية والإنسانية كفلتها وغطتها وحمتها ووفرت الحماية الكافية واللازمة الصحفيين لكي يقوموا بدورهم في ظل الحروب والنزاعات. ولكن يبدو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يروق له أن يقوم الصحفي الفلسطيني بواجبه على أكمل وجه، ولذلك يقوم باستهدافه على هذا النحو المتكرر كما يحدث في حالتي بطبيعة الحال. وحسبنا الله ونعم الوكيل. أستاذ وائل، إحنا بنتعلم منك والله يعني الصبر، ولينا الشرف كإعلاميين إنك أنت تكون زميل لينا. عايز أسألك سؤال، إسرائيل بيحاربكوا بالأسلحة وبالرصاص وبالقنابل وكل أنواع الأسلحة، إيه اللي منعينه إنسانيا ومعنويا؟ يعني إيه حصل إيه في الخطوط؟ عاملين إيه؟ مش عايزين يوصلوكوا بالعالم إزاي؟ منعين عنكوا إيه؟ قاطعين إيه؟ هم مع الأسف قطعين كل حاجة عن الصحفيين أسوة بالمواطن. يعني هذه الحرب أحد أهم الفروق عن الحروب السابقة، إنه أصبح الصحفي يدفع الثمن 3 مرات وليس مرة واحدة. يعني كنا فيما مضى ندفع ثمن كوننا صحفيين، وبالتالي الخوف من الاستهداف والاستشهاد وتدمير المقرات ومشاكل. اليوم الصحفي الفلسطيني أصبح مشردا تماما مثل أي مواطن. يعني يسكن في خيمة، أحيانا لا يجد الخيمة، يسكن في الشارع، أحيانا لا يجد معدات يعمل من خلالها. الانقطاع الكهرباء والمياه هو في نهاية المطاف انقطاع عن كل الصحفيين أسوة بالناس. ولكن بالتأكيد نحن نحاول تماما مثلما نحاول على مدار الساعة وعلى مدار اللحظة الحصول على المعلومة والصورة والحدث حتى ننقله إلى العالم ليكون معنا أولا بأول فيما يجري
وفيما يحدث في قطاع غزة. والله نعمل ربما أحيانا لساعات تفوق تلك الساعات التي نعمل من أجل الحصول على المعلومة لتوفير اللوجستيات، وهذه اللوجستيات أبسط أنواع اللوجستيات، الطعام على سبيل المثال، الخبز، الشراب على سبيل المثال، أشياء بسيطة جدا، يعني أجلكم الله الحمام على سبيل المثال، وأنت في النزوح في حالة النزوح، يعني هذه أشياء يعني مؤلمة جدا جدا جدا، وتجعل الصحفي يدفع الثمن كما قلنا 3 مرات وليس مرة واحدة، مرة كونه صحفي وبالتالي يدفع هذه الفاتورة الباهظة ومستهدف، وتستهدف مكاتبه، سياراته ومنازله مرة كإنسان، وبالتالي يعني هو بيستهدف قبل المواطن. في هذه الحرب يدفع ربما ثمن أضعاف مضاعفة ما يدفعه المواطن العادي حقيقة، لأنهم مش عايزين الأخبار توصل، هو اللي بيوصل صحيح. الأخبار صحيح. كي يخرسوا يعني صوت الحق. دائما 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 المحتل والجاني بشكل عام يعني دائما لا يريد لأحد أن يرقب الجريمة، والصحفي الفلسطيني مهمته الأساسية هو أن يعني ينقل ما يحدث على الأرض. صحيح أنه ليس طرفا رئيسيا في هذه الحرب، ولكن وظيفته هي أن يحصل على الصورة وعلى المعلومة وينشرها على الهواء مباشرة، لا شيء يمكن أن يخبئه الصحفي الفلسطيني. ما يحدث على الأرض يقوم بنقله على الهواء مباشرة، وفي أحيان كثيرة معظم الأحداث تكون على الهواء بدون مونتاج، بدون تضخيم. لكن بدون أنت أيقونة، لأنك نقلت الحقيقة للعالم كله، كل شعوب العالم بتسمع وائل الدحدوح، بتسمع صوت وائل الدحدوح، بتسمع أخبار وائل الدحدوح، وبتعرف الحقيقة من وائل الدحدوح. هل لذلك السبب أنت مستهدف؟ يعني أنت أصبت قبل كده وأصيب وأستشهد كل عزيز وغالي ليك، هل دي مقصودة؟ والله كل ما يجري يؤكد تعمد الاستهداف، وليس فقط انه مستهدف، هو في تعمد، لانه في نهاية المطاف بدأت باستهداف الأسرة من الشتات التي نزحت على مكان ظنت انه آمن، ومن ثم استهداف المنزل بيتي على سبيل المثال، تم تدميره لاحقا بعد استهداف الأسرة، ومن ثم لاحقا تم استهداف مكتب القناة وغرفتي على وجه التحديد، ولاحقا استهدفت أنا شخصيا وبصحبة المصور العزيز الشهيد سامر أبو دقة الذي استشهد في نفس المهمة، وأنا نجوت بأعجوبة من هذه من هذا الاستهداف، واليوم يستهدفون ولدي حمزة الذي يعمل أيضا في معي في الصحافة. إزاي استشهد ولدك حمزة أستاذ وائل؟ احكي لنا. هو كان صحفي مش كده؟ هو صحيح، كما هو الحال مع كل الصحفيين، كان يقوم بتغطية أحد المناطق التي تعرضت إلى القصف في منطقة رفح جنوب قطاع غزة، وقام بعملية التصوير وانتهت التغطية. أثناء عودته من التغطية تم استهداف السيارة التي كان فيها برفقة مصور آخر وهو مصطفى فريا، واستشهد الاثنين في نفس السيارة باعتبار أن السيارة استهدفت بصواريخ من الطائرات المسيرة الإسرائيلية، احترقت السيارة وتفحمت وتفتتت، وبالتأكيد أصيب ولدي حمزة ورفاقه إصابات مباشرة أثرت على الجسم بطبيعة الحال، استشهدا على الفور، وهذا هو الذي حصل. يعني تعمد واستهداف مباشر يا أستاذ وائل، لأنه صاروخ نزل على عربية، عربية فيها مين؟ صحفيين، يعني هو حينزل صاروخ عشان عربية؟ ما مفهومة. طب عايز أسألك حاجة يا أستاذ وائل، يعني أنت شايف موت الضمير العالمي وخرس منظمات حقوق الإنسان، شايفها إزاي؟ أنا قلت في بعض الكلمات بعد أن واريت جثمان حمزة الثرى، قلت بأنه ربما هذا الصمت للعالم والمؤسسات ذات العلاقة على وجه التحديد
يرون هذه المقتلة التي يتعرض لها الصحفيون هنا في قطاع غزة ويتعرض لها الناس ولا يحركون ساكنا، ربما هذا يقتلنا أكثر مما يقتلنا الإسرائيلي بصواريخه وسلاحه. صحيح. لأنه لا أحد يحرك ساكن. صح. وكأن العالم موافق على هذه المقتلة وهذه المذبحة التي يتعرض لها الصحفيون هنا في قطاع غزة، مع أن هذا العالم هو الذي صمم وكتب هذه المواثيق وهذه القوانين التي تكفل حرية الرأي والتعبير وتكفل حرية تنقل الصحفيين من أجل الحصول على المعلومات والصور وإيصالها إلى مستحقيها وهم المشاهدين والمستمعين والقراء وغيرهم. وهذا الأمر مع الأسف يعني وكأنهم غير مكترثين غير معنيين، وهذا يؤلمنا كما قلنا بدرجة تساوي أو تفوق. وكأنه غزة النهاردة مش تبع الكرة الأرضية، كأنه غزة مش تبع الكرة الأرضية. مع الأسف، مع الأسف هذا هو واقع الحال. احنا ربما تعودنا فيما مضى من حروب واستهدافات أن إسرائيل دائما بأفعالها تنجو من العقاب والحساب، وأنها تضرب عادة بعرض الحائط كل القوانين الدولية وقرارات التي تتعلق بالقضية الفلسطينية وحتى بمحكمة الجنايات. أكيد هي قرارات كثيرة، ليست واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، ومع ذلك لا ينفذ منها شيء أبدا، وتبقى حبيسة الأدراج وتبقى حبرا على ورق. وهذا كما قلنا يعني ربما الجميع بات يشعر بأن إسرائيل فوق القانون وفي منأى ومأمن من الحساب والعقاب على هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية كما يوصفها القانون الدولي وليس نحن بالمناسبة.